تجلو الآلام، عادتنا النصر وصولتنا حبر الأقلام. والله أنا مو بس يعني أم، مشاعر كل أم اجت هنا وحضرت وشوف ابنها بهاي البهجة والسرور، يعني يضيع كل ذاك التعب السنين، والحمد لله والشكر نشوفها يعني مشاعر ما تنوصف، وخصوصا يما بالفضل العباس وبين الحرمين احسن من الطلاب اللي تروح يسوي حفلات، ويعني مبتهجه بالقاعات والرقص والغناء والدي جيات، فهنا يختمونها برمز الفداء هنا بحضره ياخذون تبركات من ابو الفضل العباس. مشاعري طبعا يعني عاليه، وافتخر باولادي وباخوتي الطلاب، والتوفيق الدائم ان شاء الله اتمنى لهم. ان شاء الله فعاليات خير وكلها ان شاء الله بجهود العتبة العباسيه، هذه فرحه ما تنوصف. والله كلهم انا هسه اعتبرهم يعني اخوتي وابنائي، والفرحه ما تنوصف، والفرحه ما، واتمنى كل الاحتفاليات كلها تصير هنا، لان احتفاليه نظاميه وما بيها يعني شيء يخدش الحياه. اجيال العلم وللوطن نحن الاعلام، من فجر ارادتنا تشرق شمس الايام. من فرحتنا ان تكون رعايه المراسم، مراسم التخرج، مراسم الفرحة اللي يعيشها المجتمع، أن تبدي باسم الناس اللي يحملون راية أهل البيت. اللي يحمل راية أهل البيت الآن هم أبناء المذهب اللي بالعتبتين العباسية والحسينية، أو كانوا بالعتبة العلوية المشرفة. جدا سعيد لسببين. السبب الأول، هذا البلد يحتاج ناس علماء، والدين الإسلامي وخاصة المذهب يحتاج ناس أصحاب عقول يقودوا. هاي ثمرة للأخلاق اللي يرتبط بها الطالب من بداية البيت والمدرسة والجامعة وتخرجه وتواجده الآن بجانب ضريح الإمام الحسين، هي أجمل ثمرة احنا نقدم. فيهم نصر للأوطان، حبر يثأر ودم أحمر من أجل عراق النبلاء. مشاعري أمام ابني أنه ابني قد تخرج وحصل على شهادة، وفوق ذلك حصل على شهادة أخرى، ألا وشهادة بصم عليها الإمام الحسين. فيا لها من شهادة ويا له من تخرج، إنني ولو هو ابني إنني أحسده. فبارك الله بكم وبارك بكل القائمين بهذا العمل التي قد سبقتم العالم بهذا الشيء. طبعا اليوم انا شفت فتشي يعني سر الانظار، وهذا الشيء يا ريت كل دول العالم، كل الدول الاسلاميه تحضر هالشيء، هذا الحفل الكريم، لهذا حفل يعني مبايعه، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى ان هذه الطلبه وهذا العرس الجميل لطلبتنا الاعزاء بان يختمون تخرجهم بهذا المكان الطاهر، ابي الفضل العباس، ابي الجود، يعني هذا في الشيء مفرح ان شاء الله. الشيء جاي نشوفه شيء عظيم رائع، تخرج اني كنت برا همينا بين الحرمين، فبشيت هواي، عندي ولدي ابني بالسادس، تمنيت يدخل الامام الحسين، يدخل الامام العباس وهو متخرج، هاي الفلذات كبادنا اللي تخدم الوطن، تخدم اللي ويا حبذا ياكل كل تخرج من الامام الحسين، قبر الامام الحسين، اخي الفضل العباس، نقتدي بيهم. طبعا كاب يزيدني فخرا بان ابنائي يحضرون لهذا المكان الطاهر وهذا المكان المقدس ليختمون حياتهم الدراسيه ويبدون حياه جديده ان شاء الله. سنحقق احلام العمر وسنبني الدار وسنكتب فوق الجوزاء انا احرار. والله ما ادري، يعني شعور ما يوصف، شعور يخليني عاجزة عن الكلام،
يعني ما أقدر أوصف الفرحة اللي أنا بيها، لأن شيء ما متوقعته، شيء ما خطر على بالي. يعني صح تعبت ووصلت، بس صراحة يعني الشيء اللي أشوفه فوق طاقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وفضلنا بعضكم على بعض بالعلم درجات. نبارك لأبناء طلبتنا النجاح الباهر، وهذا الشعور الذي لا يوصف لطلبتنا الذين يواكبون التطور والازدهار لبناء وطننا العراق العظيم في هذه الأيام وفي هذه الأجواء، أجواء بالفضل العباس الذي ضحى من أجل أن تبقى راية العراق وراية العلم زاهرة لبناء وطننا العراق الحبيب. طبعا أجواء حلوة ممتعة، دينية إيمانية عقائدية تسودها الوئام والحب. طبعا هاي اكو هنا فلقطة حلوة من جميع طوائف الشعب العراقي موجودة بهذا الحفل التخرج. ويعني هنيان اللي يتخرج هنا بين الحرمين بين أبو عبد الله وحسين أبو فضل العباس، هنيان لهم وإن شاء الله التوفيق يا ربي. فرحة كبيرة هواي، يعني يمكن ما أقدر أقول لك، ما أقدر أوصف الفرحة اللي أنا بيها هسه. يمكن دموعي هسه راح يصبون من قد ما فرحانة. الحمد لله والشكر، وأنا كل سعيدة لأنهم أجوا هنا يم الحسين ويم أبو الفضل العباس. ردة النحر وأقلام عند الشرفاء سلت بولاي كي تقطع رأس الأعداء. وطني نفديه ونحميه ونصير فداء، ونفوح عبيرا أزليا ونسير إباً.